أخوتي أخواتي، السلام عليكم. تحية الأحرار من جديد في هذه الليلة الجميلة. دابا غير واحد السؤال، لا تنقصوا هاد الموسيقى. دابا غير السؤال المطروح على الإخوة والأخوات، العياشة والنظام واللي تابع النظام، واحد السؤال مطروح، واش الإنسان مثلا في وسط العائلة الخوت واش ما كيتناقشوش؟ واش ماشي شي واحد كيعارض شي واحد وكيتناقشوا وكيبقاو عائله واحده؟ ما يمكنش، لان النقاش شيء عادي. نعارضك على شي حاجه شيء عادي، ما تعجبنيش شي حاجه فيك شيء عادي. هذه القضيه كتوقع شي حاجه عاديه في الانسان انه يعارض. يمكن لك تعارض ولدك، يمكن لك تعارض خوك، يمكن لك تعارض جارك، يمكن لك تعارض المعلم ديالك في الخدمه، يمكن لك تعارض اي انسان. يعني تقدر تمشي غير مثلا، تمشي غير المارجي تبغي شي حاجه كتناقش مع شي واحد، يعني شيء عادي. هذه شي حاجه عاديه، ان شي حاجه ما كتعجبكش مثلا تقدر تكون يعني خاطئ، تقدر تكون على صواب، ولكن هذا ما تيمنعش على الانسان خصو يعارض. يعني المعارضه شي حاجه اللي عاديه، ولكن احنا في المغرب يمكن لك تعارض اي حاجه، حتى النظام والاجهزه الامنيه ما خصكش تعارضهم. يعني بحال كتاب منزل، بحال القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من 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 المجرمين ديال النظام، حاجه باش يكونوا كيتبعوا تعاليم القران. والله العظيم شي حاجه ما كتبغيش تملي انايا. يعني نعارض ونوقف ضد شي واحد شي حاجه اللي عاديه، وان بليس دو سا هادوك الناس مثلا اللي كنعارضوهم، النظام اللي كنعارضو، شكون هو النظام؟ شكون هو النظام؟ خصنا نفهمو كلمة النظام، شنو كتعني كلمة النظام؟ يعني كلمة نظام، يعني النظام شكون هو؟ المسؤولين، الحكومة، الرأس ديال الدولة، راه خصو هو اللي مسؤول على الناس، ماشي خصو يقبحهم إلا عارضو، خصو يشرح ليهم إلا الناس عارضو يخرج يتناقش معاهم. كيف ما كيديروا الناس في الدول الديمقراطيه، على الاقل مع الشعوب ديالها كتكون واحد النوع من الشبابيه. ما كتكونش واحد الشبابيه كامله، ولكن كيكون واحد النوع من الشبابيه. مثلا كنشوفوا مثلا الرؤساء ديال الامريكان، ملي كيكون شي مشكل والناس ما كيعجبهمش الحل، كيخرجوا كيديروا مؤتمر صحفي، كيتلاقوا مع صحافه، كيديروا مؤتمر شعبي، كيهضروا مع الناس، الصحافه كتدخل كتدور مناقشات. ولكن احنا في المغرب يمكن لك تناقش اي بيدق في المغرب. كيف ما كنعرفوا ان الحكومه والمسؤولين في المغرب ما هم عباره على بياضه، اللي كيحكموا المغرب وهي واحد المجموعه قليله جدا، يعني واحد الحفنه من الـ من الـ من المجرمين هما اللي كيسيطروا على حكم المغرب. راه ماشي يجي يقول لي شي واحد غادي نوقف ضد اخ النوش، ورا نوقف ضد وهبي، ورا نوقف ضد شي مسؤول ولا شي وزير. راك غير كضحك على راسك، ولا باغي توجه الراي العام لشي حاجه اخرى. هذيك اللعبه ديال عرفتي شنو، الملك راه ظريف، ولكن راه هاد ولاد الحرام راه هما المشكل. اي نقدر نتفق معاك في هاد القضيه، الا كانوا هما المشكل شكون اللي حطهم تمايا؟ دونك علاش هذاك اللي حطهم تما ما يحاسبهمش؟ فين ما شي واحد يرتكب شي خطا ينظموا واحد اللجنه اللي يمكن ليها مثلا تشوف اشنو واقع وتحل المشكل. ولكن لا، حنا ما عندناش هذه القضيه. كان يعني النظام والكلاب ديالو طالقين الشعب على المسؤولين، لان المسؤولين شنو المسؤولين؟ المسؤولين راه عباره على واحد البونجه باش كيمصوا بها الغضب ديال الشعب، والغضب ديال الطبقات المتضرره. راه المسؤولين ما عند، يعني يعني هذوك المسؤولين راه ما عندهم حتى، والله العظيم ما عندهم حتى شي ذنب في داكشي اللي كيطرى في المغرب. وانا اؤكدها لكم، اي كيشاركوا في اللعبه ديال الديكتاتوريه. علاش كيشاركوا في اللعبه ديال الديكتاتوريه؟ لانهم كيتخلصوا، يعني واحد البشر اللي كيتخلص باش كيأدي واحد الواجب
وداك الواجب هو غير مزور، يعني ماشي واجب حقيقي. يعني راه حنا كنقولوا لهم وزراء ومسؤولين وكذا، ولكن هما ما وزراء ما والو، يعني عباره على كراكيز يستعملهم النظام باش كيعطي ديك الصوره للغرب ولا الدول اللي مسيطره عليه ولا الدول اللي كيخاف منها، تيقول لهم فوالا. ولكن هي راه اتفاقيه، شتي راه ماشي القضيه ما كتحاصرش على النظام المغربي، راه الدول ولا القوى اللي كتحكم المغرب راه حتى هي مشاركه في اللعبه. اش كيقولوا ليه؟ وادير ليه بحكومه وانتخابات وبرلمان وكذا باش كلشي يمشي مع هذيك اللعبه، وانت راك ما داير والو، وحتى حنا نبقاو هانيين بلا ما ندخلوا هذيك القضيه ديال الديكتاتوريه ولا ندخلوا بحقوق الانسان. تيقول لي فوالا دير حكومه وبرلمان وخلي الشعب كيتقاتل معاهم، وهادشي اللي طاري في المغرب، هادشي اللي طاري في المغرب. يعني غير كتشوف علاش كنهضر على هاد القضيه، غير القضيه علاش ما عنديش الحق نعارض الملك. الناس تيقول لك لا ما خصكش تعارض الملك، عارض اللي بغيتي ولكن ما تعارضش الملك. شكون هو الملك؟ علاش اللي ما عنديش الحق نعارض الملك؟ علاش اللي ما عنديش الحق نعارض العائله الملكيه كلها والملكيه كلها خصها تتعارض؟ وبالحق واش الملكيه باقي نظام؟ واش الملكيه باقي قانون؟ صاحبي حنا كنعيشوا في واحد العصر اللي الملكيه ولات فيه عباره على لقطات في فيلم مثلا، كنشوفوا الافلام دابا كنشوفوا فيها الملك شي فيلم روماني، راكم كتشوفوا الافلام ديال هوليود. الملكيه كتشبه غير على شي فيلم قديم صاحبي، حشومه مازال في هذا العصر هذا، وكنلقاو مازال الملوك والامراء والسلاطين، راه شي حاجه يعني. اش غادي نقول لكم؟ وفي الاخر تيقول لك لا حيت انا الملك وانا امير المؤمنين، الله ما خصكش تجبدني وخصك توقرني، وانت وقرتينا، ودابا هاد الملك اللي كيقول للناس ما خصكمش توقروه وكيحاكمه، واش هو وقرهم؟ وخيرات المغرب كلها دايره بجيبو، علاش غادي نوقرك؟ فين هي خيرات الفوسفات ودوك القصور اللي مبنيين في المغرب، وديك المليارات اللي كتهرب للحسابات السريه في الخارج؟ وواحد في عز كورونا ناض الناس شاد عليهم في ديورهم، لا ماكله ولا طيب لا تعليم، يعني بنادم كيعيش واحد الازمه نفسيه، وهو ناض غادي لفرنسا لباريس كيشري قصر. يعني يلا وقولوا لي هذه القضيه، يلا ديروا معايا تحليل لهذه القضيه. وكاين انسان بسيط مغربي عادي كيكتب بوست في فيسبوك، ولا كيكتب شي بوست كيعارض به شي حاجه كيجبد فيه غير الملك ولا شي حاجه، تيقول لي لا جي انت خائن. لا راه ماشي خائن، كيعارض من حقه يعارض. واش دابا غير بغيت نفهم، واش دابا اي واحد غادي يعارض الملك غنطلقوا عليه خائن؟ دابا غير بغيت نفهم، دابا هاد المسؤولين والملك وكذا، قولوا لي انتم كلكم، واش اي واحد مثلا غادي يعارض الملك غادي نطلقوا عليه نقولوا لي راك انت خائن؟ راه ما كتصورش، راه غيضحكوا عليكم. وكتبنيو بالسجون ديال التعذيب، السجون السريه واساليب التعذيب لا ماش من دولة هادي، شكون اللي غادي يحترمكم؟ اشنو قدمتوا لهذا الشعب باش غادي يحترمكم؟ اشنو قدمتوا لهذا المواطن باش غادي يحترمكم؟ اي انا مثلا كنت الملك غيخرج يعارضني شي واحد، علاش الملك ما كيخرجش يهضر مع الناس؟ هاد القضيه ما غاديش تفهم ليا انايا، علاش الملك ما كيخرجش مثلا يدير ندوات صحفيه ويهضر مع الناس؟ انا كنتمنى الملك يخرج يهضر مع الناس بالدارجه بهكذا اللغه ديال المغاربه. كنسمعوا مثلا الملك يهضر بالدارجه غير في لقطات خفيه، رغم ان اللغه الدارجه راه هي اللغه الرسميه ديال المغاربه. ما تخرجش سيدي دير لنا ورقه وتبقى تهجى وتبقى دير الاخطاء في القراءه وتبقى لا، حط داكشي كله وهضر معنا غير عادي بحال كبشر صاحبي. كاين شي مشكل خرج اشرح للناس شنو هو المشكل، اشنو طاري. يعني ما غاديش تحتاج مثلا، ما تنظنش غادي تحتاج مثلا الورقه ولا ستيلو مثلا على مشكل ولا مثلا على شي حاجه طاريه، ما تنظنش غادي ما كنصورهاش انا. ولكن حنا لا مثلا لا بغى الملك يخطب خاصو يجيبوا لي شي واحد
اللي يكتب لي واحد الخطاب ويدير لي فورا ويكتب وتكون كتابه كبيره ويكون داك الشيء كبير باش الملك. ورغم هذاك الشيء كيدير الاخطاء اسيدي بلا لا بلا ما تقرا لينا غير هضر معانا. مثلا كاين مشكل ديال البطاله خرج هضر معانا على البطاله. ما تنظروش غادي تحتاج ورقه تهضر على البطاله. ما تنظروش ان شي مغربي مثلا في المغرب غيكون عنده مشكل يهضر على البطاله ولا يهضر مثلا على مشكل التعليم ولا لا. رغم ان راه المشكل فيه هو ولكن كيطلق مثلا دوك الموظفين ديالو لا خرج هضر على التعليم لا خرج هضر على هادي لا خرج هضر على يعني شي حاجه اللي يعني ماشي حاجه ما كتصورش شي حاجه ما كتفهمش يعني شي حاجه اللي وي عيال واحد يبغي يفهم بحال هادشي ولكن ما هادشي ما كيتفهمش يعني. ومرأة صاحبي مرأة خارجة الله يتعيبها صاحبي ومرأة مرأة من هذه فين هي حقوق المرأة والمرأة خصها تحترم والمرأة خارجة صاحبي كتشكى عندها مشكل كتعاني سيدة مناضلة مشيتو درتو لي انا والله اش غادي نقول لكم وفين هي فين انا بغيت غير نفهم فين هي دولة الحق والقانون اللي تدعون المغرب انه دولة الحق والقانون. انا بغيت غير مثلا الجواب ديال هذه القضيه ديال ان المغرب دوله الحق والقانون يعني اعطيوني غير جواب شي واحد يخرج ليا فينا هو الحق وفينا هو القانون في المغرب. واش كاين شي قانون في المغرب؟ القصص كتخرج يوميا. انا كنشوف الفيديوهات ديال القاضي والله حتى كنسى عليا سميتو الاخ اللي في فرنسا كنشوفو تقريبا يعني داكشي اللي كيقول راه دليل على داكشي اللي كيطرا في المغرب. ها هو قاضي منكم وخدم معاكم وشربتوه المرار وكحلتوا عليه حياته سميت يا قاضي هو فين هي دوله الحق والقانون؟ انا بغيت غير نعرف فين هو هذا القانون فين مجلي غنمشيو نقلبوا عليه نجيبوه ولا فين كاين هذا الحق حتى هو نمشيو نقلبوا عليه نجيبوه. صيفطوا الحموشي ورباعتو يمشيو يقلبوا لنا على هذا القانون فين كاين يقلبوا لنا على هذا الحق فين كاين يكون عندهم مثلا عندهم الامكانيات الماديه عندهم الامكانيات البشريه عندهم جميع انواع التقنيات يمشيو سيدي يقلبوا لنا على فين كاين الحق والقانون. اللي انا كنسمع مثلا دولة الحق والقانون في المغرب ولكن ما كنشوف لا حق لا قانون. يلا سيدي خرج لي شي واحد يثبت لي هذا الحق وهذا القانون فين كاينين. كنشوفوا الظلم منتشر كنشوفوا الناس الضعفاء يعني يعانون. واحد القضيه علاش جا القضاء والعدل علاش جا علاش الله نزل العدل وعلاش الله تي كيدعي الناس باش يطبقوا العدل. العدل جا وهو باش لحمايه الضعفاء من الاقوياء. هادشي علاش جا العدل وهادشي علاش جا القانون. واش مثلا في المغرب واش كاين هناك مثلا شي قانون اللي كيخلي اللي كيحمي مثلا الضعفاء من الاقوياء؟ ما كاينش. بالعكس القانون كتلقاه تيحمي الاقوياء وكيقتل الضعفاء. والامثله كثيره ومتعدده ومنتشره في المغرب. انا سير لاي حومه في المغرب وسير لعند اي انسان مغربي وسولوا على القانون في المغرب وسولوا على القضاء في المغرب وغادي يقول لك الحقيقه. والدوله شتي اي امه ولا دوله ولا اي مثلا مجموعه بشريه الا كان كينعادوا فيها القضاء راه ماشي دوله. الدوله اللي كينعادوا فيها القضاء راه ماشي دوله. الرئيس تشرشل سول واحد النهار ايام الحرب العالميه الثانيه قال لهم كي داير القضاء في بريطانيا قالوا لي راه كلشي مزيان. قال لهم صافي ما نخاف ينفو كيكون القضاء مزيان يعني ما يخافش الواحد. ولكن واش المغرب فيه شي قضاء؟ واش المغرب اش غادي نقول لكم؟ والله عينا ما نهضروا والله العظيم الا عينا ما نهضروا. ورغم هذاك الشيء كيخرجوا شي قروضه تيقول لك نتوما خوانا نتوما مخلصينكم انتوما تابعين للجزائر. هذا الدبر الالكتروني المغربي تيقول هاد الهضره كنشوفوهم تيخرجوا بزاف تيقولوا هاد الهضره بحال ما كيعرفوش. ولكن انا عارف ان هادوك مثلا اللي كيخرج مثلا كينشر بحال التعليقات يعني مخلص يعني الخدمه ديالو انه ينشر البروباغندا المخزنيه ديال
اللي كيتخلص عليها اللي كتطبقها ولا اللي كتحاول تنشرها مثلا الاجهزه الامنيه المغربيه، اللي هي خاصها تكون في خدمه الشعب المغربي، خاصها تكون في خدمه المواطن المغربي. ولكن لا، كنلقاو مثلا الاجهزه الامنيه في المغرب كلها تنكبوا على حمايه الملك، ذات سيت حمايه العائله الملكيه، يعني كتلقاهم ما كيقلبوش على اصحاب على تجار المخدرات، ما كيقلبوش على اصحاب سارقي المال العام، ما كيلقاوش على القماره، ما كيقلبوش على الشفاره. وعلى ما كيقلبوا، تيقلبوا غير على شي واحد مثلا اللي ضد الملكيه، والملكيه راه ساقط، يعني غاديه تسقط. يعني في هذا العصر هذا، في عصري انا ولا من هنا 20 عام ولا 30 عام ولا 40 عام، الملكيه ستسقط. يعني راه شحال من ملكيه دازت في المغرب، شحال من عائله حكمت المغرب. دونك اشنو هي مثلا هاد المزايا اللي قدمت هاد العائله اللي حاكمه المغرب دابا باش غادي تبقى حاكمه المغرب على طول، يعني الى اخر الزمان؟ راه ما يمكنش، راه الزمان هذا الزمان يدور، راه كاين هناك خريف، كاين شتاء، كاين ربيع، كاين صيف، وهكذا هي عجله الحياه هكذا. راه ما يمكنش مثلا المغرب غتبقى حاكمه هاد العائله حتى ما عرفش انا الى يوم القيامه، راه ما يمكنش. ويا ريت لو كان غير مقدم شي حاجه للشعب المغربي، يا ريت لو كان مثلا غير يقسم معاهم مثلا غير 50% داكشي اللي كيسرق هو. الملاير محمد السادس عنده الملاير اللي يخليو اي مغربي يعيش حياه طبيعيه، حياته كلها يعيش حياه انسان، بالكهرباء، بالشرف ديالو، ما يحتاجش شي واحد، ما يحتاجش. هذه متمكن اي مغربي، يعني اي مغربي لو النضال المغربي يعني باغي مثلا يخدم الشعب ديالو يدير. ولكن لا، ما كيديروش هاد القضيه، لا خصني نعيش انا ونبرع ولادي ونبرع ولاد اختي ولاد خوتي، ولكن الشعب ما شغليش فيه، امشي ياكل العصا. راه هادشي اللي واقع في المغرب، يعني هادشي راه منذ زمن طويل. ودابا مع من غتهضر دابا حنا مثلا كمواطن، انا كمواطن مغربي، لمن غادي نوجه الصوت ديالي الا ما وجهتوش للملك؟ يلا كاع اي مواطن مغربي مثلا كتكون ضاره شي حاجه، والملك وعاش الملك وكذا. هو فين هي دوره المؤسسات؟ هي كتقولوا المغرب دوره المؤسسات، اين هي المؤسسات؟ يعني شي حاجه اللي ما كتبغيش تفهم لي انا في المغرب، يعني كيبقى يقول لك دوله المؤسسات والحقوق والقانون والعدل وكذا. ما كاينش شي واحد في المغرب يعني كتعطى الحقوق ديالو الا الطبقه اللي كتسيطر على الحقوق، ديك الطبقه اللي كتسيطر، لان كاينه واحد الطبقه في المغرب اللي كتسيطر على القانون، كتسيطر على الحقوق، عندهم الحقوق الكامله، ما كاينش اللي كيظلم، ما كاينش اللي كيتعدى عليهم، ما كاينش اللي كيظلمهم، ما كاينش. علاش؟ لانه هما اللي كيتمكنين في السلطه. ولكن المواطن عادي هذاك يعتبر مجرما في نظر النظام المغربي. راه خصكم تعرفوا ايها الشعب المغربي، راه اي مواطن مغربي في نظر النظام المغربي راه خائن، راه مجرم. علاش مثلا هاد الاجهزه الامنيه راكم شفتوا شنو كدير؟ يعني كيديروا شي حاجه اللي ما كتصورش على البال. علاش داير هاد الشيء؟ لانهم خايفين. على مناش خايف؟ خايف من الشعب ديال البلاد. تصور واحد الشخص مسيطر على شعب ومسيطر على بلاد ومخليش الشعب يطالب بالحقوق ديالو، راه ما يمكنش اصاحبي. واش غادي نقول لكم الاخوه والاخوات؟ كنتمنى عندكم موضوع والى فيديو اخر، والسلام عليكم وتبارك الله عليكم، وتلقى ان شاء الله ونتلاقاو. يلا تبارك الله عليكم.